كابتن اسامه، لما بتلاقي كثافه عدديه هجوميه، يعني انت بتلعب راس حربه ومن ضمن قدراتك ان انت بتستغل الكرات العرضيه كويس قوي، لما انا الزحمه اللي اتعملت دي في ال 18، هل دي تبقى ليها فايده عليك كراس حربه، ولا انت بتحس ان انت مش قادر تاخد مش مستريح جوه ال 18، وفي نفس الوقت عدم وجود كرات عرضيه، يعني انت بقيت تقريبا بتلعب بنفس طريقه لعب طلائع الجيش، عملت زحمه على الفاضي. بالظبط، هي ده اللي ممكن نلخصه. في البدايه مبروك لطلائع الجيش بطوله السوبر النهارده، يستحقها علشان لعب في ظل امكانياته. طلائع الجيش ظل امكانيات القماشه اللي عنده اجتهدوا من اول المباراه، اللعيبه كانت بتكافح من اول دقيقه. الاسلوب ده ما شفناهوش في رده فعل لاعب الاهلي. النهارده لما تكون انت خسران بطوله الدوري والنهارده بتلعب اول بطوله ليك بعد بطوله الدوري بطوله السوبر، لازم يكون رده الفعل بغض النظر انت كسبتها وخسرتها، مكسب الخساره دي حاجه بتاعت ربنا، لكن بكلمك في رده فعل اللعيبه جوه الملعب، في الانقضاض، في الحماس، في الرغبه من بدايه المباراه ان دي بطوله مش هتطلع من النادي الاهلي النهارده. مظبوط، خلي بالك كنا بنقول لما الاهلي بيخسر بطوله بيعوض قصاد 10 بطولات، المقوله دي ما شفتهاش النهارده من لعيب الاهلي. من اول دقيقه في المباراه الايحاء بتاعك ان الريتم بطيء، التحضير بطيء، مباراه وديه، ده اللي واصل الكرات المشتركه كمان يا استاذ، هكسب في اي وقت، ده الاحساس اللي واصل لي وانا قاعد بتفرج على المباراه. علشان كده التوفيق بيجي للمجتهد في ركلات الجزاء، وانا قاعد بتفرج والله يا كابتن ايمن احساس ان البطوله مش بتاعتنا علشان احنا ما اجتهدناش في المباراه. ركلات الجزاء تبقى معاك زي مباراه الكاس علشان اجتهدت جوه المباراه وسعيت للمكسب وخدت بالاسباب كويس. النهارده اللعيبه مع موسيماني طبعا يتحملوا خساره الاهلي للسوبر النهارده، ما قدموش النهارده، الاهلي ما قدمش اللي احنا نقول ممكن الاهلي يكسب. تخيل النهارده ياخدنا لسؤال تاني يا كابتن اسامه، السيناريو دوت ما كانش متوقع؟ السيناريو متوقع 1000000%، واحنا قلناه هنا والناس كلها قالته. السيناريو يا كابتن ايمن، السيناريو ايه؟ اللي هيلعب بيه طلائع الجيش. نفس السيناريو ده اللي لعب بيه في بطوله الدوري. مظبوط، نفس السيناريو ده اللي لعب بيه كابتن طارق العشري في بطوله كاس مصر السنه اللي فاتت. فهو ده السيستم والنظام بتاع طلائع الجيش. انت النهارده في اخطاء بالجمله من موسيماني. الاول قبل موسيماني من اللعيبه، ما انت النهارده في امور المدرب واقف على الخط، لكن انا فين انا النهارده كلاعب؟ فين امكانياتي الفرديه لما الاقي تكتلات دفاعيه واخد الكره واروح واحده على واحد؟ والنهارده بقى عندي مهاره ان انا اعدي ادخل اخد ركله الجزاء ان انا اسدد. النهارده حتى التسديد بتاع لعيب النادي الاهلي تسديد كله يعني على استحياء. تخيل انت النهارده 3 تسديدات من 8 على المرمى بس في مباراه فيها تكتلات دفاعيه، يبقى اللعيبه السرعه في الريتم النهارده ما كانتش موجوده. بدايه من ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وانا قلت الكلام ده بين الشوطين، لازم الريتم يبقى اسرع. النهارده من باليه فاول صالحي لازم احط والعب بسرعه. طلائع الجيش عايز الريتم دايما بطيء، لازم الفرقه اللي قدامك تحس بالضغط. أيوة، لازم تحس بالضغط عشان يحصل اخطاء، لكن هو فضل ماشي او انا مشيت زي ما هو عايز. النهارده الخطا الفني اللي عمله موسيماني، وحضرتك بتتكلم يا كابتن ايمن، هي العمليه مش بالكم النهارده. مظبوط، الكم النهارده انا هحط العب النهارده بكم مهاجمين، طب مين اللي هيوصل الكره للكلام ده؟ النهارده محمد شريف غير موفق طول المباراه، ظهر في اللقطه اللي ظهرت في بدايه الشوط الاولاني في اخر كره في الشوط الاولاني. مزبوط، اللي حطها على شمال بسام. مظبوط، النهارده كنت ممكن اطلع محمد شريف من الملعب، اسيب حسام حسن اللي نزل ما كانش ليه اي دور في المباراه ومالوش اي دور علشان العشوائيه اللي كانت قدام. انا واحد من الناس مش عارف ميكوسيني بيلعب فين، حسام حسن هل بشوف النهارده بيسقط ومش دوره انه يسقط علشان يلعب تحت، ومحمد شريف هو اللي قدامه هو صلاح محسن. فالنهارده حتى بالزحمه الهجوميه النهارده كان شكل النادي الاهلي عشوائي. الحاجه الثانيه، مين هيوصل الكوره؟ صح، فين الاطراف اللي انت محافظ عليها؟ كان طاهر وكان حسين الشحات. حسين الشحات وهو في افضل حالاته انت بتطلعه. هي العمليه مش عمليه تغيير انا بغير وخلاص. النهارده اداره فنيه سيئه من موسيماني، اداء سيء من اللعيبه، ما فيش روح. كنت اتمنى رده الفعل تكون اقوى. كابتن اسامه، هو كانت وجهه نظره ايه انه بيلعب بثلاث مهاجمين قدام؟ النهارده انا متعادل، وطلائع الجيش بيلعب نواحي دفاعيه كبيره، فهي العمليه مش بكمل. انت النهارده لو اتفرج على النادي الاهلي، النادي الاهلي مقسوم فرقتين، فرقه ورا. مزبوط، ورا كان حمدي فتحي. صح، كان ياسر ابراهيم، وكان على معلول، وكان اكرم توفيق، وواحد في النص
السوليه وناس كلها قدام مهاجمين، طب مين اللي هيشتغل ومين هيوصل الكلام للناس ده؟ كنت اتمنى واحد زي كهربا يكون موجود النهارده على حساب محمد شريف، يقدر تحافظ على الشكل بتاع الاطراف بتاعك. اما النهارده حتى الكرات العرضيه اللي احنا قلنا نبدا نعمل كرات عرضيه، ما كانش في كرات عرضيه، مفيش يا كابتن، يعني مش الكرات العرضيه اللي تقدر توصل لك يبقى فيها خطوره. هو نفس اسلوب اللي لعبت بيه برضه مع الجيش هناك في مباراه الدوري العام، هي نفس الاسلوب. هو جرك انك تلعب بالطريقه اللي هو عايز يلعبك بيها، انك تعمل كرات طوليه فيلعب بثلاثه، فيلعب بليبر وتنزل باك كده وسامه. اه يا كابتن، حضرتك كنا لعيب الكوره، لما بيبقى عندي من بدايه المباراه عارف البطوله دي مش هتطلع بره النادي الاهلي، بتبان من اول وانا بسنتر في بدايه المباراه من اللعيبه في الملعب، من اللعيبه، الكور المشتركه، الالتحامات، السرعه، الاداء، الاصرار، ده كله على مدار 120 دقيقه ما ظهرش.